لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. وصفتنا النهاردة طبيعية وبسيطة جدا وبمكون واحد، وصفة سهلة جدا يا بنات لتفتيح وتبييض البشرة. غير ان احنا مش هنعمل وصفة واحدة فقط، لا احنا هنعمل وصفتين النهاردة لتفتيح وتبييض البشرة، ووصفة لإزالة التجاعيد اللي بتبقى موجودة حوالين الفم وتحت العين، التجاعيد اللي بتظهر بعد سن الشيخوخة او بعد سن الـ40، ان شاء الله هتختفي تماما. يلا بينا نقول اول وصفة معانا هنعملها ازاي. كل اللي هنحتاجه للوصفة بتاعتنا يا بنات هي معلقة من الخل، خل التفاح، وهنحتاج معانا معلقتين من المية. لو انت بشرتك مش حساسة مش هتحتاجي مية، هتستعملي الخل التفاح كده مباشرة من غير اضافة مية خالص، لكن لو انت بشرتك حساسة مينفعش تستخدمي خل التفاح فقط، لازم تضيفي عليه مية. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هناخد معلقة واحدة من خل التفاح اهو، وهنضيفها على المية، على معلقتين اتنين فقط من المية اهي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هقلبها اهو، وهبدأ بعد كده يكون معايا القطنة بتاعتي، ادي القطنة بتاعتنا، هنغمرها في المية كده، تغمسيها في المية بالشكل ده اهو، وهنبدأ نصفيها، يعني تحصريها عصرة بسيطة جدا، متحصرهاش قوي. وهنبدأ بقى نمسح بشرتنا بالقطنة بعد ما عصناها بمية الخل ومعلقتين المية بالشكل ده. هتبدأي تمسحي بشرتك بالقطنة. لو انت طبعا بشرتك حساسة مش هينفع ابدا ان انت تستخدمي الوصفة دي مركزة، لازم تضيفي لها معلقتين من المية. لو انت بشرتك عادية ومش حساسة ضيفي استعملي الخل مباشرة من غير اضافة اي مية. دي بالنسبة للوصفة الاولى. يلا بينا نعمل الوصفة التانية لازالة التجاعيد اللي بتبقى موجودة بعد سن الـ40. كل احتاجه يا بنات في الوصفة التانية معلقة واحدة من الخل زي ما احنا شايفين كده اهو، هنضيف معلقة واحدة من الخل. على فكرة نوع الخل ده جميل جدا، يعني انا جربته، اسمه العراب، مش غالي، الازازة ديت تقريبا بـ13 جنيه. معلقة واحدة من الخل، هنضيف عليها معلقة واحدة من عسل النحل، طبعا يكون عسل نحل اصلي وطبيعي بالشكل ده، وهبدأ اقلب الخل مع معلقة خل التفاح، معلقة الخل مع معلقة العسل بالشكل ده، نقلبها كويس. وبنفس الطريقة هتبدأي بالقطنة بتاعتك، هتبدأي تمسحي بشرتك كلها وتسيبي الماسك على بشرتك لا يقل عن ربع ساعة بالقطنة برضو اهو زي ما احنا شايفين، برضو بالقطنة، وهتستعملي القطنة برضو على بشرتك بالشكل ده، هتعصريها بسيط كده اهو، وهتدهني بيها كل بشرتك برضو بنفس الطريقة، وهتسيبيها على بشرتك زي ما قلنا ربع ساعة. حبيب قلبي دول كانوا وصفتين جمال جدا، هتستعمليهم وصفة لتبييض والتفتيح، وصفة لإزالة أي تجاعيد موجودة حوالين الفم أو تحت العين، هتجيب معاك نتيجة سريعة جدا ورائعة. استعملي الوصفة باستمرار لمدة أسبوع وهتشوفي فرق كبير جدا في بشرتك. دي كانت الوصفة بتاعتي يا حبايبي، أتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم وتنول إعجابكم. وإذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايكات لجيجي وشيروا الفيديو لكل أصحابكم عشان الكل يستفاد، واستنوني إن شاء الله في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.